اتأخرت شوية رغم اننا قايل لكم قرارات مجلس ادارة نادي الزمالك من يومين، قلت لكم امبارح ان الزمالك يجري المسحة قرار نهائي، وقلت لكم ان حتى المسؤول اللي بلغني بالقرار قال لي اهدى يا عم ابو المعاط، انت فيديوهاتك متابعة وبتبقى احيانا مستفزة لرئيس نادي الزمالك واحنا بناخده بالسياسة وبالراحة وبالهدوء. قلت له تمام يا فندم، حضرتك تؤمر باي شيء، احنا هدفنا الصالح العام وعودة الحياة الى طريق. يبقى زي ما ممكن ابو المعاط قال امبارح، اجراء المسحة للاعبي نادي الزمالك وستتم غدا الخميس باذن الله، وده من قرارات مجلس اداره نادي الزمالك. 2 لعب الدوري واستئناف مباريات الدوري واقامه معسكر في اسكندريه، وعندهم مشكله كبيره جدا اهلي وزمالك الاثنين، يا رب الاثنين يتحدوا. ايه المشكله؟ صدمه اللعب في الكاميرون السيمي فاينل والفاينل، وده مش في صالح الفرقتين الاثنين، مش في صالح الفرقتين الاثنين باي حال من الاحوال. هاجي لها دلوقتي، بس خلوني الاول اقول لكم قرارات مجلس اداره نادي الزمالك اللي انفردنا بيه. 1 اجراء المسح، المسح ستتم غدا قلت لكم خلال ساعات، وعملت لايف مخصوص مساء الثلاثاء، ودلوقتي الاربعاء اهوت بقول لكم خلاص مجلس اداره الزمالك قرر رسمي اجراء المسح غدا الخميس على نفقه النادي، وده اللي بيتوافق مع قيمة نادي الزمالك، نادي غني ونادي كبير ونادي عظيم، ولازم يوفر على اتحاد الكرة بعض الشيء زي ما النادي الاهلي عمل بيجري المسحة على نفقته الخاصة، والزمالك يجري المسحة على نفقته الخاصة. ايه المسحة؟ 2000 جنيه 2200 جنيه في 50 فرد ب 100,000 جنيه، مش رقم بالنسبة لنادي الزمالك ولا للنادي الاهلي. ونادي اف سي مصر اجرى المسحة الاولانية على نفقته ايضا، وده بيدل على ان الناس خلاص عاوزة ترجع لمجال الكرة والحياة في الكرة. فواحد، الزمالك يجري المسحة غدا الخميس، وتم ابلاغ اتحاد الكرة بالامس انه هيجري المسح. طب 2، العبد الفقير ده قال لكم ان الزمالك نازل التدريبات الاسبوع الجاي، وان الزمالك بيتدرب سرا في الجيمانيزيوم وعلى دفعات وتحت اشراف بدرس كارتيرون بقالي 3 ايام بقول المعلومات دي. معلومات، بتكلم معلومات، بتكلم معلومات، ما بكلمش لا كراهيه ولا شتيمه ولا سب ولا اي حاجه ولا هاكرز ولا اي حاجه، يعملوا اللي يعملوه احنا معانا ربنا سبحانه وتعالى. بتكلم معلومات. اللي حصل في مجلس الإدارة، قرر بدء التدريبات وإقامة معسكر في اسكندرية لمدة 15 يوم. طب أبو المعاطي قال إيه؟ قال إن هم طول الأسبوع ده بيتمرنوا في الجيم من يوم السبت. وقلت لكم حتى الواد ده أحمد سيد زيزو ربنا كرمه بعربية جديدة، والعربية كانت من غير نمر، وإن الناس بتيجي لدفعات، وقلنا الحوارات اللي بيقولوها اللعيبة. بعض الناس يعني اللي حابين يشتمونا كانوا بيشتمونا من هذا المنطلق، يعني انت بس اللي عارف، يعني انت اهو يا عم ابو المعاطي بس اللي عارف بفضل الله، او مش ابو المعاطي بس اللي عارف، ابو المعاطي بس هو اللي يجرؤ انه يقول، هو اللي يجرؤ انه يقول، الباقي عارف لكن كده ليه؟ لان هما كده شغالين وبيقبضوا، فبالتالي ما يقدروش يقولوا كل اللي بيشوفوه، لكن يطبلوا لكل اللي هم اللي الاخر عاوزه، الكبير عاوزه. فما يقدرش يقول المعلومه دي. وقلت لكم وقتها ان اعلاميين في المنظومه الاعلاميه لنادي الزمالك ماشي عارفين بان اللعيبه بتتمرن، لكن خانوا الامانه المهنيه وخانوا ضميرهم المهني، ما كتبوش ده في مواقعهم الكبرى ولا في صحفهم الكبرى، وتفرغوا فقط على ترديد بعض العبارات ان الوباء منتشر والحكايه والروايه واللي 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 والكلام ده. اللي استغلته المغرب، اللي استغله المغرب في ان هو يرفض الذهاب والاياب، وتقرر ان هم يلعبوا هناك الكونفدراليه تتلعب في المغرب، ومصيبه سودا الاهلي والزمالك يلعبوا في الكاميرون في ظل الاجواء الحاره وعدم وجود فنادق، مفيش غير فندق واحد بس. الأربع فرق هينزلوا في فندق واحد بأجهزتهم بمشجعيهم بمسؤولين في فندق واحد بس اللي 5 نجوم. هقول لكم كل التفاصيل دلوقتي. إذا هنا اللي قاله ممكن أبو المعاطي إيه اللي حصل؟ خلاص قلت لكم إمبارح بالليل هيجروا المسح، بيجروا بياخدوا قرار رسمي أهو بإجراء المسح، وقلت لكم خلال ساعات أو أيام قليلة، واللي بلغني قال لي هدي الجو يا ابو المعاط وما تقعدش تقول حنفي وتراجع وعمل وسوى. قلت له حاضر يا فندم، تقديرا لشخصك، شخصك ومنصبك، عينيا الاثنين، احنا همنا المصلحه العامه.
قال لي انت بتتشاف اكتر من القرارات بتتشاف، وانت بتقول اللي هو احيانا بيوجع، وبلاش نوجع، خلينا نتابع ونمشي المواضيع ونمشيها بسلاسه. قلت له طب حاضر يا فندم تحت امرك، بس يبقوا افتكروا ابو المقاطر لما بيبقى في النيابه وبيتحقق معاه وكلام من ده، وفي نفس الوقت ما حدش فيكم بيرفع السماعه يقول يا انجل ابو المقاطر عامل ايه. دلوقتي احنا بنحل لكم ازمات اهو، لا هقول حنفي ولا هقول تراجع ولا هقول كل الكلام ده، هقول ان هم عادوا الى صوت العقل، الى صوت الحكمه. مش هقول الكلام التاني ده بقى. اللي عاوز يقوله يقوله. اللي عاوز يقول كده يقوله، لكن انا بقول ايه؟ الزمالك تدرب لمده اسبوع في الجيمانيز. اتنين قلت الزمالك نازل التدريب في الملعب الاسبوع الجاي، وقلت ان كارتيرون اتصل باحمد زاهر، قال له رتب امورك اللوجستيه والاداريه عشان هنتمرن في الملعب. ماشي؟ وقلت ان الزمالك يجري الماسك، وهذا هو ما قرره مجلس اداره نادي الزمالك. طيب نجيب بقى القرارات بتاع مجلس اداره نادي الزمالك. اجراء لاعبي الفريق الاول بالنادي مسحه خاصه بفيروس كورونا غدا الخميس على نفقه نادي الزمالك. طبيعي، نادي كبير ونادي عظيم، نادي كبير ونادي عظيم، وكيان عظيم وجماهير عظيمه، ما حدش يقدر يشكك في ده. استئناف الفريق الاول تدريباته بدءا من غد الخميس. والفرقه كانت بتتمرن من يوم السبت اللي فات في الجيمانيز، وتحت اشراف مستر باتريس كارتيرون. طيب خوض معسكر مغلق لمده 15 يوم في برج العرب في الوقت الذي يحدده كارتيرون. طيب اللي بعد تجديد عقد حازم امام لاعب الفريق الاول بالنادي وتمديد عقد عبد الله جمعه. اللي بعد واكد المستشار، ماشي يا عم طلعت مني كده غصب عني، رئيس الزمالك انه تم عرض الصفقات الخمسه التي تم التوقيع معها على كارتيرون. تعال على الصفقات الخمسه، انكل ابو المعاط قال لكم الصفقات الخمسه، سيبكم من حمزه المسدوسي وايري باب، خلاص دول خلصوا. قلت لكم مين الصفقات الخمسه؟ قلت لكم دونجا، قلت لكم محمود وادي، قلت لكم كريم العراقي، قلت لكم اسمه ايه ده؟ قولوا معايا الواد عبد الله البكري والباك رايت، اسمه ايه؟ اسمه الباك رايت بتاع بيراميدز، الذاكره خلاص هقول اسمه اللي هيقوله، بكار، رجب بكار. شفتوا الزهايمر؟ يبقى رجب بكار وكريم العراقي ودونجا ومحمود واد، هم دول خمسه. قال لك اهو هنا الخمسه، لان الاثنين التانيين خلصوا، ايري بابل وحمزه المسلوسي، بس حمزه المسلوسي مش هيجي دلوقتي، هيأخر طالما في دوري، لكنه خلص. ماشي؟ شوف بقى اللي بعد كده. تم عرض الصفقات الخمسه اللي تم التوقيع معهم على كارتيرون، انت وقعت معاهم بس ما خلصتش مع انديتهم. على كارتيرون المدير الفني والذي وجه الشكر لمجلس الاداره بعدما تم الاستقراء على كل الاسماء التي طلبها. خلص معاهم، بعد كده بقى يخش مع انديتهم، قدامك شهرين وثلاثه تقعد مع انديتهم تتفاوض، هذا حقك الكامل وهذا امر يحسب لك. لا، ما خلص مع اللعيبه، ما خلصش مع انديتهم. باستثناء ايري بابل وحمزه المسلوسي، دول اتنين لاعبين حر، كل واحد فيهم يمضي ويقفش وخلاص، وخلال ساعات هيبقى موجود في مصر. ايري بابل بيرتب له الاجراءات، احمد زاهر الاداري والناس اللي موجود. طيب اللي جاي ده قرار احيي عليه لاعبي نادي الزمالك، قرار عظيم ومحترم من لاعبي نادي الزمالك. تنازل لاعبي نادي الزمالك عن 50% من مستحقاته عن الاربع شهور اللي فاتوا اللي ما كانش فيهم كوره، وده قرار محترم. الاول رئيس النادي جاب اربع لعيبه قعد معاهم، طارق حامد ومحمود علاء والونش وشيكابالا، وقال لهم ايه رايكم؟ والمجلس موجود وكله موجود، قالوا لهم ما فيش مشكله. الاربع شهور اللي توقف فيهم الكوره ياخدوا 50% زي ما عمل مستر باتريس كارتيرون. فده قرار يحسب للاعبي نادي الزمالك، واللعيبه الكبار دي هي اللي اقنعت باقي اللاعبين اللي هو شيكابالا وطارق حامد والونش ومحمود علاء. تنازل لاعبي الزمالك عن 50% من مستحقاتهم عن الشهور الاربعه الماضيه بسبب الظروف الحاليه مع تسلمهم بقيه مستحقاتهم عن المده نفسها، ياخدوا ال 50%، يعني الاربع شهور دول يا عم انت ليك اربع شهور متاخرين هتاخدهم 50% نظرا لان كان في كورونا ومفيش ايرادات وكلام من، واللعيبه قالوا خلاص. طيب خوض الفريق الاول بالنادي معسكرا مغلقا لمده 10 ايام قبل السفر الى الكاميرون لخوض مباراه نصف نهائي دوري ابطال افريقيا في اي دوله عربيه واوروبيه،
حسب رغبة الجهاز الفني بقيادة كارتيرون واستئجار طائرة خاصة للفريق إلى السفر إلى الكامب. هقول لك يا بيه موضوع الطيارة الخاصة والحكاية والرواية. إيه اللي حصل؟ عشان مرتضى يبقى عارف إن كل اللي بيرفع لهم سماعة التليفون حبايبه وإخواته. امبارح مرتضى تواصل مع حمادة شادي اللي هو مندوب الشركة إحدى الشركات الراعية للاتحاد الأفريقي لكرة القدم لاجاردير الفرنسية، الشركة الراعية للاتحاد الأفريقي. قال له يا حمادة إيه حكاية الكاميرون دي؟ قال له دي بعيدة وكنت أتمنى أن كنت ولاد الأهلي تتفقوا ومع المغاربة وتلعبوا في الإمارات أحسن ما تلعبوا في الكاميرون. قال له ليه؟ قال له ما فيهاش غير فندق واحد، الطيران لها في ترانزيت كتير جدا عشان تروح يا ويندي، هتضطر انك تاخد طائرة خاصة والاجواء هناك هتبقى ممطرة في هذا التوقيت، وبالتالي المسائل هتبقى صعبة، المسائل هتبقى صعبة.